طبعا أشهر 5 مصاحف مرتلة هي المصاحف التي تذاع الآن في إذاعة القرآن الكريم. وابتداء نتكلم عن قصة نشأة المصاحف المرتلة وكيف سجلت هذه المصاحف. في بداية الستينات كان في أحد الأساتذة في كلية التجارة اسمه الدكتور لبيب السعيد. الدكتور لبيب السعيد ده رحمه الله هو صاحب فكرة الجمع الصوتي للقرآن الكريم. يعني أراد يعني أن يكمل المسيرة التي فعلها الصحابة كمثال سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب لما جمع القرآن الكريم وعثمان بن عفان، أراد أن يجمع القرآن الكريم جمعا صوتيا ويحفظ وينشر حول العالم. فذهب للشيخ محمود شلتود شيخ الأزهر الشريف، كان في هذا العصر شيخا للأزهر الشريف، وعرض عليه الفكرة فرحب بها ترحيبا شديدا. ثم ذهب إلى الشيخ أحمد طعيمة كان وزيرا للأوقاف حينها وعرض عليه الفكرة فأيضا رحب بها وقال له أنها فكرة جيدة وأنها ستحفظ الإسلام وتحفظ القرآن الكريم. تسجيل المصحف المرتل لعدة قراء بعدة روايات مختلفة وتوزع على الأقطار في جميع أنحاء العالم على حسب كل قطر وعلى حسب كل منطقة تقرأ بأي رواية. جميل. يعني في الوقت دوت تم تشكيل لجنة من كبار علماء القراءات على رأسهم فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي، كان شيخا شيخ عموم المقارئ المصريه في هذا الوقت. الشيخ عبد الفتاح، الشيخ عبد الفتاح صاحب كتاب الوافي. طبعا ليه فضل كبير علينا في معهد القراءات، يعني كان اغلب الكتب من الشيخ عبد الفتاح. يعني اهل القراءات يعرفوا مين هو الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله. شيخ عموم وكان ضريرا رحمه الله، كان ضريرا. وتلاحظ يا دكتور رشوان ربنا يبارك فيك، يعني حتى بمشايخنا القدامى القراء منهم من كان ضريرا وابدع في سواء كان في القران في تلاوه القران حتى في مجال القراءات. صحيح صحيح، كتير من القراء حتى احنا هنذكر بعض الاسماء من القراء الكبار، يعني من ضمنهم الشيخ عبد الراضي الملقب بامين القراءات كان ضريرا رحمه الله تعالى. كثير من القراء. نيجي لفكره تسجيل المصاحف المرتله. عرضت اللجنه واختارت افضل علماء القراءات في هذا العصر على رأسهم الشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ رزق خليل حبة والشيخ ابراهيم السمنودي رحمه الله تعالى. فاختارت اللجنه افضل أو أجمل الأصوات في هذا الوقت. على رأسهم يعني كان الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ مصطفى إسماعيل، دول كانوا الثلاثة الأوائل اللي كانوا يعني دعوا إلى تسجيل المصاحف المرتلة. وعرضت عليهم اللجنة إن كل واحد منهم يعني إيه يحط قدر معين من المبلغ، يعني يقول أنا عايز هياخد كام في تسجيل المصاحف المرتلة. الشيخ الحصري رحمه الله يعني انفرد من بين كل القراء وقال انا لا اتقاضى اجرا على كلام الله عز وجل. وبالفعل يعني اللجنه يعني سعدت جدا بهذا الكلام، وراحت سجلت الشيخ للشيخ محمود خليل الحصري المصحف المرتل بروايه حفص عن عاصم من طريق قصر المنفصل، وكان هو اول جمع صوتي للقران الكريم في العصر الحديث، ونشر منه اول فقره يوم 18 سبتمبر 1961 في الساعة 6 صباحا. بعد ذلك توالت الختمات في عام 1963 طبع تحت إشراف المجلس الأعلى للشهود الإسلامية مصحف برواية الدوري عن أبي عمرو البصري للشيخ محمد صديق البنشاوي والشيخ كامل يوسف البهتيمي والشيخ فؤاد العروسي بالاشتراك مع الثلاث. لكن الاشتراك كل واحد كان ليه مصحف مرتب كامل، كل واحد ليه 10 أجزاء. لكن للأسف يعني هذا المصحف إلى الآن لم يظهر منه شيء. بعد ذلك تواترت الختمات وسجل الشيخ مصطفى اسماعيل ختم المرتله المشهوره والشيخ عبد الباسط والشيخ محمود علي البنا رحمهم الله تعالى. وسجلت المصاحف المرتله الخمسه، وكان طبعا اخرهم الشيخ البنا والشيخ محمد صديق البنشاوي رحمهم الله تعالى. اللهم امين يا رب. اللهم امين. اسعدتنا بهذه الكلمات والله، ربنا يبارك فيك ويحفظك. ويمكن هذا التاريخ قل من يعرفه، قل من يعرف هذه النشاه سواء كانت مدرسه التلاوه المصريه او حتى المصاحف المرتله. تعالى يا دكتور رشوان النهارده احنا معانا بعض الصور لكبار القراء القدامى رحمهم الله ممن رحلوا عنا. هم رحلوا عنا باجتديهم ولكن اثارهم باقيه من خلال اصواتهم ومن خلال مصاحفهم المسجله. على سبيل المثال لو معاك صوره ان شاء الله، الصوره كان عرضها باذن الله، احنا معانا صوره الشيخ محمود خليل الحصري ان شاء الله. ده صوره الشيخ محمود خليل الحصري، عشان اللي ما لا يعرفه من الشاب لما يشوف الصوره دي يعرف ده الشيخ محمود خليل الحصري صاحب طبعا المصحف كمان المعلم. الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله كما قلنا انه يعني اقول ان الله عز وجل شرفه بانه كان اول
من جمع القرآن الكريم جمعا صوتيا في العصر الحديث. هل له فضل في تأسيس إذاعة القرآن الكريم؟ طبعا، وأقول أنه اصطفاء من الله عز وجل لهذا القارئ. وفي حاجة جميلة في موضوع المصاحف المرتلة بالذات للشيخ الحصري رحمه الله، أن الشيخ الحصري يعني كان من أذكياء القراء، سجل المصاحف المرتلة بجميع الروايات التي يقرأ بها جميع المسلمين على مستوى العالم. فسجل رواية حفص عن عاصم لأهل المشرق، وسجل رواية ورش عن نافع لأهل المغرب، وسجل رواية قالون عن نافع لأهل تونس وأهل ليبيا، وسجل رواية حفص عن عاصم بعدة طرق، يعني بقصر المنفصل وبتوسط المنفصل، وسجل المصحف المعلم الذي يتعلم عليه الأطفال ويحفظ عليه الأطفال. رحمه الله وأسكنه الله في الفردوس على المجنة. ده الشيخ محمود خليل الحصري. صورة أخرى طبعا لمن هو متربع على عرش، هو ملك في رواية الشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله. الشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله يلقب بسلطان دولة التلاوة. والشيخ مصطفى اسماعيل هو قارئ القصر الملكي أيام الملك فاروق. الشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله يعتبر من مؤسسي دولة التلاوة. يعني لا نقول حتى انه من الجيل الذهبي، بل هو من مؤسسي دولة التلاوة. المصحف المرتل بتاعه فيه ميزة مش موجودة في اي مصحف تاني، وهو دقة الوقف والابتداء، ويعتبر ادق المصاحف المرتلة من حيث الوقف والابتداء، ويمتاز بعذوبة الصوت وجمال التنقل بين المقامات الصوتية. ده حتى يشوف المثل من الصورة يتضح بين، والله أعلم أن يمكن كبار الدولة المصرية إحنا إذا كانوا يجلسون حولهم، شوف كل يجلس تحت قدمي. وهنا نتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. طب صورة أخرى طبعا الشيخ محمد صديق المنشاور، ده أنت طبعا من العاشقين دكتور رشوان للشيخ، بل كلنا من العاشقين للشيخ المنشاور رحمه الله. إيه سر الشيخ المنشاوي؟ ليه يعني تجد الان على فيسبوك الكل يتحدث، سواء كان من العوام من قراء من غير القراء الحاليين، الكل يتحدث عن سر تاثره بالشيخ المنشاوي رحمه الله. الشيخ المنشاوي رحمه الله، انا ظللت هناك سر بينه وبين الله عز وجل. صحيح صحيح، انا ظللت سنوات ابحث عن هذا السر، وعايز اعرف ليه الشيخ المنشاوي بالذات ليه كل الحب ويعني في قلوب الناس بالشكل الرهيب ده، مش موجود لاي قارئ تاني، لحد ما وقع تحت يدي التسجيل الإذاعي النادر الذي أذاعته إذاعة الشعب 1967 للشيخ المنشاوي رحمه الله. كان لقاء مع الشيخ المنشاوي، فسأله المذيع وقال له ما هي أقرب آية لقلبك يعني. فسكت الشيخ وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن أول ما سمعت الآية دي يعني أنا عرفت السر بتاع الشيخ المنشاوي رحمه الله. رحمه الله. طيب معنا برضه سؤال أخرى طبعا لملك القراء الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. كروان، أنا أعتبره كروان. الشيخ عبد الباسط رحمه الله يلقب بصاحب الصوت الذهبي. الشيخ عبد الباسط يعني كان بسببه الناس كانت تتهافت على شراء الإذاعة والراديو من أجل إنها تسمع الصوت العذب والجميل ده. وبالمناسبة الشيخ عبد الباسط هو أشهر قارئ على مستوى العالم. الى الان. لان الشيخ عبد الصمد رحمه الله كان ليه كاريزما وليه شخصيه. واحيانا تجد يعني سبحان الله كان من البكائين، يعني مقطع يمكن منتشر وكلنا يمكن شفناه وكثير من المشاهدين شافوه على مستوى العالم، المقطع بيقرا فيه سوره الضحى بكى. صحيح يعني لو تجد الدموع، لو تراجع الفيديو الدموع انهمرت من عينيه لبكاء التأثر بكلام الله عز وجل. طيب معانا ايضا احد الشيخ طبعا العملاق الكبير يعني الشيخ محمود علي البنا رحمه الله، صاحب الصوت الحنون. ويقال ان هو يعني صوته رقيق كالملائكة، رغم ان احنا ما سمعناش الملائكة، لكن يعني تعبير من رقة وجمال صوت الشيخ محمود علي البنا رحمه الله تعالى. الشيخ محمود علي البنا المصحف المرتل بتاعه يعني يستجلب الدموع من عينيك، ويمتاز مصحف الشيخ محمود علي البنا رحمه الله بدقة ايضا الوقف والابتداء، وله انفرادات عجيبة في المصحف المرتل. على سبيل المثال قوله وقف على قول الله تعالى عفى الله عنك، وعلى قول الله تعالى ذوق وابتدأ إنك أنت العزيز الكريم، وعلى قول الله تعالى إنه فكر وقدر فقتل، ثم ابتدأ وقال كيف قدر. جميل رحمه جميل. الله تعالى. لذلك أقول لدكتور رشوان، ومش عارف توافقني رأيه ولا، مش أي حد يطلق عليه قارئ للقرآن. لا طبعا خالص. صحيح. خالص لابد أنه يحسن كل شيء، خاصة الوقف والابتداء. يعني نرى الآن، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يصلح حالهم. يعني تجد البعض يطلق عليه قارئ وفي الوقف الابتداء ما فيش وقف، يقف وقف قبيح، وقف مكروه، يعني لا يحسن وقف الابتداء اصلا على المقاطع في تلاوته للقران الكريم.